السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حلقة الآيس كريم قررت أعمل حلوى لينا إحنا الكبار. لو أنت بتروح الجيم أو بتروح الجيم عايزة حلوى أو حلويات فيها بروتين كتير قوي ما نعرفش نكمل الطبق وسعرات قليلة وفايدة كبيرة، قابلوني بعد الفاصل. استعدوا لكثير من الحاجات الحلوة في مطبخ كريم، يلا بينا. تلج مهم جدا في البرد اللي إحنا فيه ده، ما تستعجلوش عليه. كل مرة تقوله انت بتقول واو بس حاجة وحشة، والله يا حلو. والان نبتدي خلطة الحلويات. مكونات حلوى البروتين عالية الجودة، اول حاجة اي نوع واي بروتين عندك، ده مش يعني اللي عندك، مش هوريكم الماركة، اي نوع من غير سكر ايزوليت او هيدروليز، اي نوع كولاجين، اي نوع كولاجين، ماليش دعوة بتجيبه منين، اي نوع كولاجين، بس مهم اقول كولاجين عشان يبقى في كريمي هتفهموا بعدين. حليب لوز خالي السكر طبعا، وبذور الشيا، زائد مكعبات ثلج وفواكه مجمده. اللي عندي ده بابايا ومانجا واناناس، لقيت اناناس بس، بابايا بس، مانجا بس، برتقال بس، اي نوع فواكه ما يبقى حب صغير عشان يبقى فيه انتي اوكسيدنت وسكر مفيد. والان نبتدي خلطه الحلويات. نبتدي حلوى البروتين بتاعت عمو علي. اول حاجه سكوب واحد واي بروتين، وده يديني 35 جرام بروتين، سكوب واحد. اتنين الكولاجين هيدي طعم كريمي مش متخيلينه، احط سكوب كولاجين، ده كولاجين ببتايد اي نوع من اللي انتوا بتستخدموه. حليب لوز نص كوبايه، معيار كده نص كوبايه، معلقة بذور شيا، ودي مهمة جدا جدا. ليه انا حاطط بذور الشيا؟ عشان ثلاث حاجات: تزود البروتين، اتنين تفرمل الفاكهة اللي انا هحطها دلوقتي عشان مضادات الاكسدة. الناس اللي عايزة طعم حلو مش واي بروتين، طب ما احنا نحط واي بروتين على الحليب وخلاص، انا عايز طعم فاكهة طبيعي. فالشيا سيد هتمسك السكر مش هتخلي يعلي الانسولين. ثالث حاجة مضادات الاكسدة، وهحط لكم حلقة الشيا سيدز او بذور الشيا، فوائد لا تحصى وبروتين عالي اكتر واكتر. اللي بعد كده مكعبات التلج، وده ليها دور جامد قوي هتشوفوه دلوقتي. تمام، ومكعبات الفاكهة المجمدة اللي انتوا تحبوها، مانجا وبابايا واناناس. نحط تلج تاني، معلش سامحوني، التلج مهم جدا في البرد اللي احنا فيه ده. شوية لبن تاني. تمام، دلوقتي نخلط الخليط. نخلط الخليط ونطلع البروتين. يبور شوية ما تستعجلوش عليه. نرجع بقى، ده مش حلوى، ده هلام. يعني ايه هلام يا غلام؟ يعني حاجة فلافي كده. الطبق ده الكولاجين اللي فيه يحسن مفاصلك ويحسن عظمك ويحسن عضلاتك، وبذور الشيا فيها اوميجا 3، يعني نباتيه بس تنفع، وبتحافظ على الحامض النووي. انا ما اقدرش اقول لكم هذا الطعم. كل مره تقولوا انت بتقول واو بس حاجه وحشه، والله حلو، يعني من اطعم ما يمكن. انا هخلص الحلقه عشان اكل، خلاص انا عايز اخلص هذا الطبق. حلوى بروتين عالي قوي، سكر طبيعي مش هيدخل كله عشان الشيا سيدز. احسن وقت لهذا في يوم حار بعد الجيم. حلوى البروتين من مطبخ كريم. نتقابل المره الجايه، مش بقى بسرعه عايزين ناكل. هما توفيقي الا بالله، عليه توكلت، والله ونيب. سلام عليكم، باي.